السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو حالكم؟ ياك لباس عليكم، ياك الخير واسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ياك لباس عليكم كاملين. يا مرحبا بيك داه مبارك، انا مولي افتقدتكم توما. شو ماسي الصوت يا كلا صافي؟ اعطونا اخبار الصوت. مرحبا وخير تبيك مولا متجرب. اعطونا اخبار الصوت يا كلا، الصوت زين يا كلا صافي يا كلا واضح. شو ماسي الصوت؟ اعطونا اخبار الصوت. شو ماسي الصوت؟ صوت مسموع. إذن على بركة الله لا نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة مؤجلة من يامس، كانت يا الله تجيكم يامس. يقر مرافعات يامس كانت مرافعات طويلة، ولا كانت قاع مرافعة واحدة، كان عميد الشدو يقدم سلسلة مرافعات كبيرة وقيمة وطويلة جدا، وبالتالي تمت مرافعات العميد محمد المشدو يامس بادئة من 10 صباحا إلى 8 مساء في الليل، تقريبا 12 ساعة، طبعا فيها فترات استراحة، فيها فترات الصلاة. وقدينا نجيب لكم بعد من هذا، كانت مرافعة طويلة قيمة أحاطت بالملف ليلو أربع إيمان قدام القضاء الموريتاني، والله مطروحة للقضاء الموريتاني، أحاطت بجوانب الملف في مختلف مراحله منذ المرجعية ومرورا بالتفتيش وتفتيش النيابة عن أموال الرئيس السابق محمد عبد العزيز وبحثها عنه منذ الاستهداف الأول اللي خلق الرئيس السابق محمد عبد العزيز باحتجازه حسب اللي قال محمد بن الشدو 8 أيام عند الشرطة خارج القانون. أحاطت المرافعة مولي بالتحقيق عند ممتد عند قطب التحقيق، من التحقيق الابتدائي للتحقيق عند قطب التحقيق، إنين جاء الملف للمحكمة. كانت مرافعة شاملة كاملة، أحاطت كما قلت لكم بجوانب الملف ولا خلات فيه أي نقطة ما طرقت لها. والشدو عدل عندي أنه حسب اللي قال في قاعة المحكمة ومن الناس اللي تعرفوا أنه عدل من مرافعة من أفضل مرافعات في تاريخه، في تاريخه في المحاماة، في مهنة المحاماة. يقر سابق ذاك لهين أعطوكم أخبار يامس، لماذا ما أعطيناكم هذه الحلقة بين اللي أنا شخصيا إنين أنقلت ذيك المرافعات القدم العميد الشدو لهي مرافعة واحدة، تفاجأت بني وعيط لي في قصر العدالة ومفوضية قصر العدالة وتم طلب هويتي كاملة وتم اللي إخضاعي للتوقيف تقريبا ساعة من الزمن، وانقال عني متهم، والله يفترض فيه، والله مشكوك فيه عني نسجل جلسات المحاكمة بوقات عندي، هذه الوقات ساعة أبل ذكية وجبتها فم
ونجيبها طافية بقطق دات، ويدخل له الشرطة يراعوا فيها ويقولوا لي قلعها وديرها في البنتك. نقلعها ونديرها في البنتي وندخل بيها. نهار الثاني اني دخلت بيها مع حاجه اللي الشرطه كاع ما قط قالوا لي لا تجيبها، ونسيت انا مولين تلاو يفتشوني في نهار ثاني ما سولوا عنها ودخلت بيها داير. جاني مفوض مسؤول على القاعه قبال قال لي تلبو تلبتو، ورقنا لقدام قال لي الوقات اقلعها واعطيها للشرطه يكردوها لك من توخى. قلعت صوتيتها للشرطه ودخلت وبدات اكتب وما رافعت الشدو وذاك اللي قديت نكتب منها. وتمنى لا ماصلين انين عاد في الليل الثامنة لما جاني الشرطي اللي ودعت له الوقاتة وقال لي احنا بقيتنا فيك بدورك المغوض رئيس. مشيت شورهم يعني مشيت شورهم دخلوني شور ضابط شرطة والله مسؤول عن التحقيق وفتح تحقيق معايا والله بعد قبض هويتي تلي سولني وتلي خرس تليفوني وشم الأسئلة اللي ما هو متعلق بقضية الوقات. إني نوفو قبل جاني محامي با وتلي سولهم وقالوا لهم عندهم إجراءات اللي يعدلوهم. وفو من قبيل ضابط الشرطة القضائية عندي نقبل وفو من قبيل هويتي وقيمنا قيسي المفوض الرئيس وجينا وشرحت له ذا كامل عنها قاع انا ما ندخل بها قادية واني الشرطة ما قالت لي عنها ممنوعة نهائيا واني ما تيت نجيبها وانها قاع مولي ما قطق دات ما نجيبها قادية. عرضوها على خبير قداها كانت مدى شرشية دارها في شرشة قداها هي وقاتة هذه وفتحها وخرصها كامل وقال لهم ان ما فيها اي تسجيل ولا فيها مجريات ولا فيها قاع عيش. وردوها لي وردوا لي تليفوني بناء على أوامر المفوض الرئيس ومتوف. هذا هو اللي خلق وبالتالي خلق عادة التاسعة ونحن عقبنا نهار طويل فيه ياسر من التعب خلق فيه وجاو مولي فيهم اتصالات من الأهالي والأقرباء والإخوة ترد عليه وبالتالي تراكم التعب. ولا قديت أنا ننقل لكم الحلقة بالصيف اللي يا الله تنتقل بيها اجواءها وذاك اللي خلق فيها كان وجلت الى الليله باذن الله تعالى. هذا هو اللي خلق البارح. اذا شدوا بدم مرافعته اولا شكر اطراف المحكمه شكر المحكمه واطرافها شكر رئيس المحكمه وشكر وكيل الجمهوريه وشكر محامي الطرف المدني وشكر المحامين واللي محامي المتهمين اللي معاهم في القاعة. قال عن ما تلف مشي قدين قال رغم عن اللي شدوا ذا قال ما قالوا حد وذا اللي وضح ما وضحوا حد. يقال قال اللي شدوا عن لم يبقى ما يقال بقى له أعماق أعماق ذا اللي خلق في الملف والحقيقة المحضة وانه هو لا يقولها. وبدأ يشدوا وبتلي ذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وتلو الشدو قصيدة الحارث بن عباد قربا مربط النعامة مني لحقت حرب وائل عن حيالي قربا مربط النعامة مني ليس قولي يراد لكن فعالي إلى آخر قصيدة. سلموا للشدو على الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز وسلم عليه سلام خاص وقال عن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز سلم السلطة في موريتاني. شاك الرئيس السابق عن موريتاني عنها عاد في أمانها أنه أطرحها على الصراط مستقيم وأن عهد السجون عنه ولا وأنه مات له خالق السجون السياسية وأن عهد الإنجازات وفترة الإنجازات قبلت عليها موريتاني وأنها ستتواصل شرع إيمان أخرى إن يسلم السلطة الخالف محمد القزواني. وأنه اليوم تفاجئنا عن اليوم
ثكنة بوليسية، ثكنة بوليسية فيها قضبان أقليضة، وأنه هو اليوم، ها هو اليوم يعود بعد عقود من الزمن، يعود للمحاكم السياسية ويدافع فيها عن السياسيين المظلومين من قبل السلطة التنفيذية. تكلموا ليشدوا عن دور المحامين وقال انهم ما هم لا يعودوا شهود ابدا، لا هم لا يعودوا مكتوفي الايدي. تكلم عن محاور قال عنها هي اللي تؤسس عليها مرافعته، وقال عنها هي انعدام وبطلان هذه المحاكمة، هذه المحكمة بقوة نص دستوري المادة 93 من الدستور. ولا يتكلم عن غياب معايير المحاكمة العادلة كمحور من محاور مرافعته. لا يتكلم عن التعسف والتعذيب اللي تعرض له الرئيس السابق محمد عبد العزيز. لا يتكلم عن محور آخر ينقال له محور تزوير المحاضر والقش والتدليس فيها. ولا يتعرض للطلبات في النهاية، طلبات لا يعقب الله ما يوفيها، لا يتعب عنها حتى، ولا تنعطى الفرصة ياك يقدمها. تكلم شدوا عن 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 الدستور الموريتاني، قال عن الدستور الموريتاني هو اسم القوانين، هو أبو القوانين. قال عن الدستور الموريتاني هو عقد اجتماعي، وعقد اجتماعي، وان مسؤولية هذه المحكمة عن محاكمة الرئيس السابق هي مسؤولية باطلة ومنعدمة من الأساس لعدم اختصاص القضاء العادي عن مساءلة الرئيس الجمهورية، وان المادة 93 من الدستور الموريتاني تقول لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، وأن هذه ما هي خيانة عظمى هذه التهم، وأن المحكمة ما هي محكمة العدل الإسلامية، وبالتالي ما يعرفها تحاكم رئيسها محمد عبد العزيز. واصلت مرافعة العميد الشدو، وتخللها شمل دائما يقاطع رئيس المحكمة ويعترض على بعض الكلام اللي يقول الشدو، مثلا هون اعترض عليه وقال له انت تقول المحكمة انها اضطهدت، وقالوا للشدو انه هو تعهد انه اليوم بالذات ما هو لا يقول ما هو الحق ولن يقول الا الحق. هي غير بعد راه ساحب كل كلمة تثير حساسية المحكمة. تكلموا للشدو مولي عن استشارة قدمها محمد محمود ومحمد صالح الخبير القانوني اللي تعرفوا، واستشارة عدلها يوم 18 يوليو 2020 عن المادة 93، وذي الاستشارة طرح بها تساؤلات عن فيها ما هو الوضع القانوني لرئيس الجمهورية السابق، وهل يتمتع بحصانة دائمة، وما هي طبيعة هذه الحصانة، وهل يتوفر على امتياز يحول دون محاكمته أمام القضاء العادي. هذه تساؤلات أطرحها محمد صالح الخبير القانوني في الاستشارة القانونية 2020 سابق ينفتح ملف تحقيق قضائي بشهر الله 2. قالوا الشدو عن هذه الاستشارة، وراوا الشدو فصل فيها حتى ولا تطرق حد لهذه الاستشارة طيب محمد دنولي شدو فصل به، وقال عنها هي قاع السبب ذا كامل، وكانت مربط الفرس، وكانت الزرقة الأولى في الموريتانيين في أخبار محاكمة الرئيس السابق وشرجرته أمام القضاء العادي. قال محمد دنولي شدو عن عنده عليها ملاحظتين، ملاحظة الأولى أن قاع لا يوجد في القانون الموريتاني نصوص خاصة بالوضع القانوني للرئيس السابق للجمهورية، والوضع القانوني الوحيد الخاص برئيس السابق رئيس الجمهورية الوضع القانوني يعود لترتيبات دستورية في الدستور الموريتاني والمبادئ القانونية العامة، هذا جاء في نص الاستشارة. قال عن هذا القال بول محمد صالح صحيح جدا، يقال عن خاتمته خاطئة ولا أساس لها،
من خاتمته الملاحظة فيها عبارة غير صحيحة أن الوضع القانوني سواء في السلطة أو خارجها للرئيس السابق الجمهورية يحدد في الدستور، ولا يجد يحدد أبدا ما يحدد في مبادئ عامة. مبادئ عامة يندار منها القانون العادي، يندار منها المحاكم العادية، وهذا داروا محمد صالح في الاستشارة لف فيها مبادئ عادية يمهد إن الرئيس السابق لا يحاكم أمام القضاء العادي. قالوا له شدوا عن هذا الاستشارة، ذي كلمة إن الرئيس يسول بمقتضيات دستورية، هون تم صالح للاستشارة إن أنت الحق إنه اللي يسول بمقتضيات مبادئ القانون، مبادئ القانون العامة، إذا خاسر وخاطئ وهو مربط الفرس اللي لين تخل به شعور الرئيس السابق محمد عبد العزيز ويجرجر أمام القضاء العادي. هذه الاستشارة هي اللي قال عنها كانت مؤسسة الانتهاك حصانة الرئيس السابق محمد عبد العزيز. عن ملاحظة ثانية، ارتباط البحث قال عنه في ذي الملاحظة، ذي ملاحظات لين عدة استشارة عدة محمد صالح ملاحظات ويقراهم ويشدوا. قال الملاحظة الثانية ولهم ملاحظات شدوا عليها. الملاحظة الثانية هي ارتباط البحث الجاري ساعة فات عن بدأ البحث عن ممتلكات الرئيس السابق. قال محمد صالح معلقا على استشارته ارتباط البحث ببعض إجراءات في السياق الحالي والبحث عن مسؤولية الرئيس السابق في قضايا. وقال عن قال الصاول شدوا عن الهدف ذي العبارة وذي الجملة، الهدف من ذي الاستشارة هذا اللي جاء التالي في الملاحظة التالية هو العمل على إباحة المتابعة للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، وهي كانت مبيتة بناء على هذه الاستشارة. وتكلم عن الاستشارة وفصل فيها وطبيعي ياسم التفصيل، يقال بعد هذا هو أهمها استشارة وعدلت ذيك الساعة من خبير قانوني معروف، يقال بعد لا يقولوا لشدوا فيها عنه ومحمد صالح ما هو خبير دستوري، ينين في الموريتاني تعدل دستورها والله تطرح دساتير اخرى الخبراء القانونيين اللي يعيط لهول محمد صالح ما يعود فيهم به اللي ما هو خبير دستوري غير رجل قانون معروف باجتهادات القوانين القانونيه وعلى المستوى الدولي مولي معروف. قال شدوا عن الدستور الفرنسي نص على لجان برلمان للتحقيق في البرلمان بناء على تعديل وعدل على الدستور الفرنسي 2007. يقال موريتاني ما نص دستورها على لجان تحقيق في البرلمان ابدا. ولا في لجان تحقيق ولا انزل الله به من سلطان. الدستور الفرنسي عدلوا فيه الفرنسيين تعديل وداروا لجان تحقيق، ونحن ما عدلنا تعديل ولا عدلنا لجان تحقيق. تكلم عن مولي الاستشارة رجع له وقال عن الاستشارة هي رأس الخيط في الدعوة وهي الأسس للدعوة ضد الرئيس السابق محمد عبد العزيز، وأن الاستشارة فيها عن أول محمد صالح قال هو تعرف أنت تابعوا الرئيس السابق عادوا لابدأ لهم استشارات من لوغورمو والمحمد صالح يديروها في الرأي العام، الرأي العام في القانونيين الخبراء في الأساتذة الجامعيين يعود الحوار ويعود هما يبدأوا الخبراء القانونيين تعطيل القانون ولي رقبته ياك ذي وأسس فم رأي من المثقفين من القانونيين ينحازوا لفكرة مجرجرة الرئيس السابق وبليع الحصانة عنه حدن بدأ ذي الملف. وهذه اللعبة قال عنها كانت على عاتق والمحمد صالح ولو قرمو ولا يفصل لكم ذلك. عن الاستشارة والمحمد صالح قالت عن المداهمات والاسترداد وطرق البحث الخاصة اللي عند الشرطة هي أكثر شمولية من ما هو عند محكمة العدل السامية. إذن هون لا يقولوا إلى قستبو العبد العزيز محكمة العدل السامية ما عندها الإمكانيات لتلبو تقبض غلطه وما عندها الأجهزة. الشرطة اللي تابعة القضاء العادي هي اللي عندها الإمكانيات وبالتالي جرجروها أمام القضاء العادي. قالوا للشدو عن مولي والمحمد صالح ما هو مختص انه يحترمه حتى يقدروا غير ما هو مختص فيما استشير فيه.
والنظام اللي ما يعني تنقيص من وغير ما هو خبير في القانون الدستوري، وفهم فرق بين القانون الدستوري والقانون العضوي والقانون العادي، وكلهم عنده خبراء وكلهم عنده فقهاء، وهو استشار في شيء ما هو خبير فيه واعطى فيه استشارة. وقال عنها ما هي استشارة قانونية، عن الاستشارة بل رأي خاص ومحمد صالح. وتوف قاموا الصمحامو الطرف المدني وبدؤوا يقاطعوا محمد دنول الشدو وقولوا له الكلام. فيهم واحدين قاع قالوا له شم الكلام، انا ما نعرف كان يقدر نقول لكم هون على البث، قال كلام جارح وكلام منحط وكلام ساقط. وقالوا له عنه اسمه محمد صالح، وقالهم انه محمد صالح ما يقدر يسميها ابدا، ويجلوا ويكرموا ويقير فرصة عليه عقاب على استشارته، استشارة قانونية دمرت موريتاني ودارت اولادها في الاحباس وخسرت قانونها وفرصة عليه علق عليها. قال له عبد الله والحبيب ابن عم الرئيس الحالي محمد القزواني انت شيباني بدقدق راسك، هذا حرفيا قالوا. قال عنها ورشدوا انها يسوى يقير بعد لا يقول عنها استشارة، يسوى قالوا فيها وردوا عليه وجرحوا، لا يقول عنها استشارة مخالفة للقانون، أضرت بالبلد وأضرت بآخرين وألحقت بالقضاء عيوب كبيرة. وعلق على إبراهيم واللبتي النقيب السابق عنه، أم اللي إبراهيم واللبتي علق عليه الاستشارة وطاها ماها وشارك في ذاك اللي ترادله. وعنها تبني مظنة الأفعال المنفصلة التي جاءت بها الاستشارة، ذاك اللي قال فيها واللبتي. قال عن إبراهيم النقيب إبراهيم واللبتي بمداخلاته أنه يتهم الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالرشوة، مع أن النيابة وجهت للرئيس السابق 11 تهمة ما فيها واحدة من الرشوة، وأنه لماذا يلجأ ذي التهمة اللي ما اتهمت بها النيابة، وهذا اللي من أجل الاستهداف المعدل والخروج على القانون دائما. قال إن أساس الملف أنه أحدثه إعلام منظم ومعروف له شيء ومجيش، وذا الإعلام ركز على العشرية وشوهها وأخرج اللجنة قاع لجنة التحقيق البرلمانية من نسقها. تكلم عن مؤتمر رؤساء للجمعية العامة للبرلمان الموريتاني، قالوا انعقد يوم 27 يوليو 2020 تحت قيادة ولباية رئيس البرلمان السابق، وانقسموا رؤساء لجان، لجان البرلمان فيه لجان، وكل لجنة الاقتصاد، لجنة السياسة، لجنة السياسات الخارجية، كلها عندها رئيس. واجتمعوا يقير ما توافقوا، قال واحدين منهم عن تقرير اللجنة البرلمانية ما ينحال ما هو في الدورة الجاية، قال واحدين عنه ينحال في الدورة، ذو كل معدلين اللي تابعين للناس اللي مشرشرة محمد عبد العزيز أمام القضاء، عجالة يعلن ذا التقرير ينحال بالعجلة شور المحاكم الموريتانية. ولا تفاهموا رؤساء في الاجتماع رؤساء ديجان البرلمان اللي انعقد، وانقسموا وشكلوا لجنة عنها اللي تستشار قانونيين، ذيك اللجنة فيها حبيبي ولد جاه اللي عقب يعود على لجنة التحقيق البرلمانية والله قاع عليها ذاك الوقت، عبد السلام والحرمة وزينب من تتقي، واستشاروا محمد الأمين والداهي وسيدي محمد والسيدي بو والمحمد صالح، وافتاوهم هذو الناس هذو الخبراء القانونيين عن البرلمان وسيد نفسه يقولوا للشدو، وما طرقوا قاع القانون ولا خاضوا فيه، لا قالوا لهم البرلمان سيد نفسه وهذه الاستشارة، وان القوانين يلا تخرص وتفرفر وينعمل على أساسها. قال وللشدو عن العجيب السرعة والعجل على ذا الملف بيدي لا يتهم الرئيس السابق محمد عبد العزيز، عن انهم اجتمعوا يوم 27 يوليو 2020 وقروا عنهم لا يعدوا لجنة تخرص تنظر الى 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 تسوى مستشارين قانونيين يتباحثوا يناقشوا شوفوا كان الملف فين حال في الدورة الدورة الاخرى. يوم 28 نهار الموالي عدلوا جلسة علنية نقاش تقرير حاله بين 27 و 28 فات ذيك اللجنة لو شكلت خرا عقب ذاك الخلاف، عدل المؤتمر الخلق في مؤتمر الرؤساء
وبين بين 27 و 28 فات انعقدت وفات اتصلت بالخبراء وفات وفتاوها بذاك الفاتيه في وانعقد البرلمان بعد ذاك بسوايع وفته عن التقرير ينحال شور المحاكم الموريتانيه ياك يبدا بالعجله بسرعه اتهام محمد بن عبد العزيز وجرجرته ومنعه من ممارسه السياسه. هذا يقول اللي يعطي عن هذو الناس لا بد لهم من ذا الراشد يستهدفون. تكلموا ليشدوا عن انعدام وبطلان المحاكمة بسبب غياب وأسس المحاكمة العادلة، وتلا هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال وليشدوا عن هذه الآية مكتوبة وراء رئيس المحكمة ولا وراء ظهره، يا الله يديرها قدامه وتم يخرصها ويتذكرها، وهذه إشارات يعطيها ويشده دائما. دخل رئيس مستشار واحد مستشار رئيس المحكمة ونبهه على ذلك الكلام، وعقب بعد رئيس المحكمة ما صنت له لا حرك ساكن ولا تكلم ويشده فيه. تكلموا ليشدوا عن مبادئ وأسس المحاكمة العادلة وقالها كاملة وجردها فر تبارك الله، وطرح سؤال في النهاية قال: هل أسس وقواعد هذه المحكمة المحكمة العادلة عمل بها في ذي المحكمة؟ طرق القصة القاضي قواد مع المحامي السنغالي هوغو كان، وهذه كانت رسالته ليشدوا لرئيس المحكمة. هوغو كان هو والقاضي قواد كان قاضي في كيفة، وهوغو كانت عنده قضية في كيفة ولا متفاهمين هو القاضي. دخل هوغو كان هذا محامي سنغالي على القاضي قواد وقال له: اقسم بالله، هو تعرف ما هو متفاهمين، القاضي ما هو متفاهم مع المحامي هوغو كان. تالي هوغو كان خايف من القاضي يعود لا يحكم ضد موكله به خلافه معاه. قال له صد هوغو كان على القاضي وقال له: اقسم بالله ان حكمك يسوى ان يعود ضد موكلي دون اجبر فيه ثقره. وقال قاضي قواد ان هوغو كان اجبر ثقره في حكمه هو وانقض به حكمه. هذه اشاره من 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 ولشدوا رئيس المحكمه انه بعد دور ينقض حكمه الى ما عاد ما هو حكم عادي حسب اللي قالوا شدوا. قالوا شدوا: الحكم الذي يصدر في قياب القانون معرض للنقض. هذا مو اللي لا يعد يعض ذيك القصة. وتوف قال عن الحكم الصادر في حق الشبيه والمال عينين والحكم الصادر في حق والهيدالة أنها أحكام زالت بزوال السلطة التنفيذية التي أصدرتها والتي دنست بها سمعة البلاد أمام الممولين وأمام أصدقاء موريتانيا. تكلم عن محمد فال محمد سالم القاضي رحمه الله، قال عنه كان هوني حاكم أحمد ولد داداه، وكنا 70 محامي ندافعوا عن أحمد داداه ورفع الجلسة الاستراحة وعيطنا. وقال عن المحامين 70 ويخفوا مرافعاتهم يقير أنه حلف لهم يمينا عنه ما هو لا يحكم ما هو بالحق ولا شيء إلا الحق. وقال مودي عن ذي المحامي سابق ذي الجلسة تمنين في داره في مقيسة رانين جاهرة قاش، وقال له: انت دورك حد قدام الدار. قال له: قول له لا يدخل. وين يدخل عليه وعقب بعد ذاك الراجل قال له انه لا يؤخذ معه. قال له انه قال له القاضي انه ما هو اخر القاضي قلت لكم اسمه قبيل كان يحاكم احمد داده. وعقب لا اني نبي امرك دخل عليه وزير العدل ديك الساعة زمن معاوية وسيد احمد الطايع وقال له: قال لك معاوية وسيد احمد الطايع عنك الصبح حكمك انه مصيري للدولة وانك تحكم عليهم يا غير، قايل لك عنك لين تحكم عليهم بالإدانة انه دوري براهم في 3 أيام. قال له القاضي: من ذاك اللي يخلق الله ذاك اللي يخلق رايد الله سبحانه وتعالى. قال له وزير العدل: انا ما دورك تقول لي ذا. قال لهم اللي هو انه قايل لهم هذا وعقب احكم عليهم بالبراء، وهذا هم القضاة ويترحم عليهم اللي رفعوا سمعة القضاء عاليا وحافظوا عليها. دخل رئيس المحكمة وقاطعوا للشدو وقال عنه قال له: هاي ظروف دارك تغيرت وان هذه ما هي محاكمة سياسية، وقال انها اللي محاكمة مختصة. هون القاضي رئيس المحكمة قال شيء
الناس كانت تحانيه، الناس كانت تقول انها محاكمه مختصه، وكان ذا مطروح قدامه وهو قاعد ينطق انها محكمه مختصه، وهذا ما قط قالوا ابدا. وهون اللي يقول عنه مختص بمحاكمه الرئيس السابق محمد عبد العزيز، وبالتالي الناس منها محامو الرئيس السابق محمد عبد العزيز، والناس اللي كانت تتعود عن في نهايه حكم المحكمه لا تقول عنها محكمه ما هي مختصه بمتابعه الرئيس السابق، ايام صلاح بعد شي من اخبار المسعى اللي كان يدور ياسر من الموريتاني، طرقوا لشدوا التعذيب الذي خلق الذي شرف قال عنه شرفت عليه النيابه وعدلته الشرطه، تحدث عن تعذيب محمد المشري مسؤول ماليه في هيئه الرحمه، انه عذب تم يعذب يعذب ينجن، وانه فقد عقله، وانه ما نجا، وانه لماذا ما تجيب النيابه العامه به، وهي اللي قالت عنه اعترف اعترافات مهمه على الرئيس السابق محمد عبد العزيز، ما لها ما تجيب غير به اللي جن وبه اللي جل وشوه به التعذيب. تحدث عن التعذيب المعدل لمحمد بن المصبوع، وتحدث عن التعذيب المعدل لمحمد مبارك والمصبوع، تكلم عن التعذيب المعدل لمولاي علي والمولاي علي، وانه كان قاعد والمولاي علي وحقق معاه، والبيت اللي فيه حذاه محمد المشري يعذب، تعذب البوليس وتكويه بالنار. تكلم عن مرسوم رقم صادر 2015 ان الماده 330 تم تعرف تعذيب، وتقول عن الماده هو ان التعذيب هو اي عمل ينتج عنه الم قصد الحصول على معلومات او اعتراف، وهذا هو التعذيب، وهو اللي خلق ذي محاضر الشرطه اللي استانست بها النيابه العامه وجابت. تحدثوا عن الشدة عن محاماه النيابه لهم انهم لين يمشوا لها تاقط ولو فيها ايه من القران اللي تعطي اشهار ما جاوبتهم. اتكلم عن سجن الرئيس السابق في مدرسه الشرطه، اكساع الرئيس السابق يوقع، ونين جاته الشرطه مشيات له قالت له لا تلي يجيها لا تلي يوقع، يقير نفس النهار اللي قالت له عنه لا تلي يجيها عدلت الشرطه تقرير ومشيات للنيابه ان الرئيس السابق ما ابى يجي، وهو الشرطه قالت له عنه ما تلي يجي يوقع انه يكتفى وتوف به. قال عن هذا وان النيابه العامه امرت بسجن الرئيس وان يستقبلوا رئيس السجن المدني، وان الرئيس السابق لارك ما قد اجبر ذاك رئيس السجن المدني، انقبض في واتساب وتم يزقنن فيها ويزقنن فيها ساعتين من الليل، يعني قال لهم به اللي قاع ما فهم سجن مدني، يعني قال لهم قيسوا به مدرسه الشرطه، ذيك الساعه مدرسه الشرطه ما فات خاضر المقرر اللي يخولها شور السجن المدني. تكلم عن الرقابه القضائيه وقال ما هي الرقابه القضائيه؟ ضمان حضور المتهم مجهول المكان، ان الرئيس السابق ما هو مجهول المكان، كل حد يعرف عنه ما هو يهرب، ولماذا معدل الرقابه القضائيه؟ تكلم عن ولي شدو وقال تكلم عن قصه محمد القزواني مع تدخله في الملف، انه اول مره قال لهم انا ما ندور حد ينحبس من هذا التدخل في الملف، قاطعوا عبد الله والحبيب ابن عم محمد القزواني وقالوا هذا كذب 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 وعاد لا يكررها، طردوا محامو الاخرين على الكلام اللي قال والحبيب وجه ولي شدو. وتكلم مولي وقال قصة رجل أعمال قال عنه اتصل به الديوان رئيس الجمهورية محمد القزواني وجه محمد القزواني وطلب منه يتدخل بينه هو ومحمد بن عبد العزيز، وقالوا انه والله ومش ولحمد هذا رجل أعمال ومش قالوا لمحمد عبد العزيز مع حد من اهله يدخل عليه فم نيه من القزواني بالصلح وتسويه الخلاف، قالوا محمد عبد العزيز انه شيء كامل فيه مصلحه وفيه يوفذ الملف اللي لا داعي له ما هو ما بي عنه. رجع على رجل اعمال شور محمد القزواني وقال له انه يقول وكيل الجمهوريه عدل له رخصه والله قرار انه يدخل على الرئيس السابق مدرسه الشرطه، وقال له والله ومشاه شور وزير العدل، وزير العدل مشاه شور النيابه العامه وبات تعدل الى الليله. بالتالي هون يذكر تدخلات الرئيس الحالي في الملف اللي يقول واحدين ويبقوا يفهموا الموريتانيين على الرئيس الحالي انه ما يتدخل في الملف القضائي، هون اللي يشدوا.
يقول هذيك النقاط، وقالوا شدوا عنه ما يكذب ابدا ولا يكذب. تحدث عن وساطة الطيب والمحمود مولي، وكذب عنها وكيل الجمهورية. ثم مولي رجع شاور رقابة القضائية وقال عنها تجدد تلقائيا، قالت النيابة انها تجدد تلقائيا، واذا قاع ما هو في القانون الموريتاني تجدد تلقائيا، وان الرقابة القضائية تعدل لها شخص غير معلوم المكان ومقطوع عن عالم مولي. هذا هو اللي عدل عليه القانون الموريتاني. تحدث عن تكلم عن هون كانوا محامو الطرف المدني الا يقاطعوا ويسكوا ويعيطوا شمل عياط ما يليق بعمارهم ولا مكانتهم ولا السمعة اللي مسموح عنهم. يقاطعوا محمد بن يشدوا، يقاطعوا يا رب، يقاطعوا فضيلي للرئيس يقولوا الكلام ويوقف، يقاطعوا لبتي، يقاطعوا وشراسة ولهم خلينه يتكلم، قاطعوا الحبيب ابن عم الرئيس الحالي ويقولوا للشدو انا وانت متفاهمين يا الحبيب اصبر اصبر، يقولوا اذا مازال. قال لهم للشدو عنهم هما اللي هما اربع انهم جلودهم كاع ركاك، انهم اربع ايمان متباركين مع يسوقوا ويكذبوا على الشعب الموريتاني ويلفقوا على اولاد موريتاني. اربع ايمان 10 اشهر من المحكمه ما جابوا دليل واحد، وانهم اثنين تلاو يجاوبوهم انهم ما مساكتين عنهم بهم اللي ما مخلي موريتانيا تخسر ولا دستورها يخسر، وقال عنهم ما هم لا يخلوهم ابدا ولا هم لا يسكتوا عنهم. دور يقولوا اليوم يوم الحقيقه، وفعلا يشدوا فحمهم اليوم فحمهم يامس. تكلم ويشدوا عن الحبس، الحبس اللي فيها الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. عفوا دقيقة شوي لاهمة باش شو نجيكم. عفوا دقائق شوي نعود نواصلوا. عفوا نواصلوا بعد ان طفى علينا التليفون. تكلم العميد شدو عن الحبس اللي تعرض له الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. تكلموا للشدو عن الحبس اللي فيه موكلوا عنه غير قانوني، وطلب من المحكمة عنها انهاء هذا الوضع الغير قانوني، بوصف رئيس المحكمة انه حامل حريات، طالبوا بانهاء ذا الحبس الغير قانوني. قالوا للشدو انهم انسحبوا من المحكمه، قالت اطراف في المحكمه عنهم هم متهربين من المرافعات. قالوا اطراف وان المحكمه ما هي خصم وما يلا توجه لهم ذا الكلام. يقير بعدين بدات المرافعات، نعرف كانوا متهربين من المرافعات والله ما متهربين منهم. أثار كلام الشد وبلبلة في القاعة
وقام فضيلي للرئيس وتلي يقول ياسم الكلام اللي يشدو من الكلام الخاسر، كلام مستفز، كلام ساقط، وتموا يشدوا لا عرض عنه، قالوا يشدوا عنه لا يجاوب رواية واحدة عنه. هو أطرح له سنة شكاية منه عند وكيل جمهورية يقال به اللي محمي من الأشخاص معرفة ويدوره المهمة معروفة، ذيك الشكاية ما وحركت وتعطلت. هون بعد 4 ساعات مرافعة 4 ساعات أطلب العميد يشدو الراحة إنه فتر من الكلام، وقال له رئيس المحكمة إن الراحة كان ذاك الوقت كانت الثانية القايلة، وقال له رئيس المحكمة أنا الراحة لي تعود لا 2:30. قال له ولي شدو أنا تعبت، وفعلا الشدو تعب ولا تتقاعد نواصل. ورفع رئيس المحكمة الجلسة وقال أنا بعد الصلاة والغداء ترجع الناس. في الجلسة المسائية جينا جلسة المسائية تكلم العميد ولي شدو عن تكلم عن الوكالة اللي عند الطرف المدني، أساس أنهم قاعد يكون محامو يعودوا جاو وعادوا جزء من المحكمة. قال عنها صادرة من غير مختص، انه ما يمثل الدولة الموريتانية ولا يوقع باسمها الوكالات، وان وزير المالية الموقعها عنه توقيعاته خاصة لا في المالية العامة، وانهم هما ما عندهم مركز قانوني للطرف المدني ولا وجود لهم ولا يضعونه في المحكمة، وانهم فضوليين وتعهدهم غير صحيح. تكلم عن تصريحاته اللي بتي كانت تقالط الرأي العام، وكانت هدفها ألا أنهم يتعهدوا يجبروا ياسم الفضة في ذا الملف. تكلم عن نولبتي قال القناة المرابطون تصريحه عن حجم الفساد والأموال المقبولة أنها آلاف المليارات، صنت آلاف المليارات، وأن هذا استهزاء بالناس وبعقولها. يقال الهدف منه الضغط على ذو الناس اللي عندهم ذا الملف القانوني يقبضوه ويعطوه اللي يبقي من الفضل. تصريح آخر من لوغورمو اللي معاهم هما يقول إنها مئات الملايين، وهون يتعجب العميد الشدو عن واحد من نفس المحامين يقول انتكلت آلاف المليارات، وواحد يقول مئات الملايين، ما ينسق ويقال مهم منهم مفرصين الدولة إنهم يدخلوا في الملف وتنعطى لهم فضل الموريتانيين ياك يدافعوا عن الدولة وهي الدولة عندها مدافعين. تحدث عن تصريح النقيب ديك الساعة ويقول عن عقدهم للقناة المرابطون، يقول ان العقد بينهم على الدولة الفضل عطيتهم انه سري وبا يكشف عنه وبا يقول ان الدولة اذا كمل خلصتهم الدولة كمل الفضل. القاء واللي شدوا مرافعة كبيرة، تحدث عن ياسر حتى عن ذاك اللي عدلوا لعبد العزيز التشويه في القنوات في التلفزيونات، وعدوا وفصلوا وأصلوا وطاه بالتواريخ. وهم قاطعوا رئيس المحكمة وقالوا خلينا من المقالات التلفزيونية وأخبار السياسة. قال عن ذلك قال النقيب مولي في التلفزيون ما تحقق منه شيء، ما انجبروا آلاف المليارات وكان الهدف منه لا التوقيع مع الدولة وقبيل فوت الشعب. حتى محامو الطرف المدني ما طلبوا تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. هون مولي اقبل رئيس المحكمة الميكروفون وقال عنه ذاك اللي يقولوا للشدو مخالف القانون ويعتبروه مخالف القانون لا يتم يدونه ويعرفوا عليه قضية. وقالوا انت قلت ان القضاء في يد السلطة التنفيذية. وهون فرح محامي عبد الله يولي حبيب وقام يتكلم فوق قاع بالميكروفون ويقول عن ذلك قال الرئيس المحكمة حق ومؤيدوا فيه ونشدوا يا الله يتابع.
هون طلبوا لي شدوا من الراحة بعد جدال، طلب الراحة والمفتر عاد يعود تقريبا السادسة الدحميس وتوب. قال له رئيس المحكمة انه هو افتر وانهم لا يتجاوزوا شهر واحد من المحامي الاخرين وفيهم مرافعته. قال له ولي شدوا انه ما فات وفى مرافعته، ومرافعته انها طويلة وما زالت يقرر انه هو يدور راحة فقط ودور يؤجل مرافعته شهر اليوم الصبح اللي هو اليوم ويكملها براحة. قال له رئيس المحكمة ذاك ما نمعدلينه. قال له اعطيني ساعة. قال له ما نعطينها لك، اعطيناك لا 15 دقيقة. قال له شدوا انه يدور ياسم الوقت ولا بد له يجبره. قال له رئيس المحكمة انت 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 انتوما جايينها هون بذيك الطريقة باللفظ. قال له شدوا انا ندور 30 دقيقة فقط على الاقل. قال له ما نعطيناك ما هو 15 دقيقة للراحة. قالوا شد انه قابلها وش مسكين وصار وارتفعت الجلسة وانصرف مسكين وقبل راحة الا 15 دقيقة. وهو اللي شدوا كما تعرفوا رجل كبير في السن ولا يلا يعامل بطريقة، ومحامي محامي امين خدم القضاء الموريتاني خدم مهنة المحاماة وفي نهاية شغلته وفي نهاية عمله وفي العمر ينقالوا لا قدم محاضرتك برك سوى الخارج لك من التعب سوى فيك من المرض ولا طرحت واغضك بيش حدث بالله. هذا هو الأسف الشديد اللي خلق يامس للشد. وقت الاستراحة 15 دقيقة ورجع شدوا تحدثوا للشد عن إنجازات الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. تكلم عن المنسيين في القزرات منين جاو لعبد العزيز مات له منسيين. عن موريتانيا كاملة كانت قزرات وذلة من الناس مترفين. تكلم عن العلم الصهيوني اللي كان يرفرف فوق شنقيط سفارة إسرائيل وفاها ولعبد العزيز. تكلم عن تحديث الجيش، بناء الوحدات، شراء طائرات الجيش. تكلم عن صلاة الغائب في كيهيدي عدل رئيس سابق للأحداث اللي الدامية الخلقة والاقتتال في سنوات الجمر بين الموريتانيين وصلى صلاة الغائب على الموريتانيين اللي انقتلوا أحداث 89. تكلم عن إعادة المهجرين شهر السنقال. تكلم عن محاربة العبودية وديرانها في نص دستوري. تكلم عن الحالة المدنية اللي وعدلت له الموريتاني. تكلم عن طبع القرآن. تكلم عن إحداث إذاعة القرآن. تكلم عن قناة المحضرة. تكلم عن مهرجانات المدن القديمة سلطت الضوء للتراث الموريتاني وعادت له علاقه. تكلم عن الجامعات، المعاهد، مدارس التكوين. تكلم عن الطرق، فك العزلة عن المقاطعات، مشاريع المياه. قال عنه مفجر ينابيع أفطوط الساحلي هم القليتة، مصانع الكهرباء، تصدير الكهرباء. تكلم عن المدن الجديدة. تكلم عن الشامي. تكلم عن مدن عدلت في الشرق الموريتاني. تكلم عن المطارات. تكلم عن الموانئ. تكلم عن أنه حرر سكان الصفيح وحررهم من عذابهم، وأنه زرع في الداخل المستوصفات والمدارس، فتح دكاكين أمل، انشئ السدود، سد واد سجلي المعروف باتيك امل بعد، وقالهم اليوم السكر كيلو ب 400. تكلم عن النشيد والعلم يواكب النهضه الموريتانيه الجديده، ترأس القمم العربيه والافريقيه قامتها في موريتان. وهذا هو اللي يفقع قالوا يشدوا البعض. قال ولي شدوا عن لولا وطنية محمد بن عبد العزيز وصدقه وصلابته ما قد يتحقق شيء من ذا للشعب الموريتاني. تكلم عن شهادة القزواني يوم التنصيب، شهادة بتعرفوا كاملين. تكلم عن شهادته هو قربه من عزيز ياسر من الزمن، وأن الرئيس محمد بن عبد العزيز كان يقول لهم ما يهم ليس شخصي
فأنا لست خالدا، سأغادر السلطة بطريقة أو بأخرى، المهم رفعة موريتانيا وأمنها. لقد حررنا موريتانيا 2005 ودافعنا عنها بأنفسنا. هذا يقول بشدو كلام الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. تكلموا بشدو عن شهادة عبد الباري عطوان، عن احترام محمد بن عبد العزيز للدستور، تسليمه للسلطة، انتهاء ماموريته. وقال عن شهادته أن عبد الباري عطوان قال على الشاشات التلفزيونية حدثت ظاهرة صحية كرستها موريتانيا حول تبادل سلمي على السلطة. تكلم عن شهادات عبد العزيز أخرى، منها شهادة سامي كليب الصحفي المعروف على المستوى العربي. قال أنه شهادته، يقول سامي كليب، لم يكن المشهد الذي قدمته موريتانيا مألوفا في الوطن العربي. رئيس سابق محمد والعبد العزيز مع خلفه محمد والقزواني يتبادلان يعني السلطة في منظر بهيج يطبعه الوئام والتصالح. هذه الشهادات تحدث عنها واردة في رئيس سابق محمد عبد العزيز، ولا من المنطق يعود اليوم متهم. تكلم عن التصفية، يسميها التصفية الجسدية الناعمة للرئيس السابق محمد عبد العزيز. تكلم عن لقاء وعدل في قصرة ولا الرئيس، واحد من محامي الطرف المدني، وهو يقولوا عنه هو اللي يوشوشوه الناس اللي متخالفين مع عبد العزيز ودايرينه في ذي الملف، هم اللي يوشوشوا فضي للرئيس اللي يقول الكلام الخاسر في المنابر وفي القاعة المحكمة للرئيس السابق محمد عبد العزيز. قصرة هذا المدعو فضي للرئيس المحامي عن عدل خلق فيه اجتماع ذيك الساعة الرئيس السابق محمد عبد العزيز في بريطانيا. وذي الاجتماع كان فيه محمد يحيى والحرمة، سيدينا سخنو، حماجي والميمو، والداهي، وحبيبي والجاه. وكان ذي الاجتماع الهدف منه تخطيط للسبل التصدي لمحمد والعبد العزيز بعد رجوع من بريطانيا. وخلص الاجتماع عن وفيه الخليل والطيب، وخلص ذي الاجتماع عن ليت عود فم شين قالوا المرجعية، وهي يخسر بها الحزب ويتم شقه وتعود فيه جبهة تقول مولى عبد العزيز يتم إبعاده عن محمد القزواني وإبعاده عن منظومته السياسية اللي كانت تشتغل معاه 20 عام. ومن ثم مولي يعني خلق ذاك الإبعاد تتم الشرشرة أمام القضاء. هذا الاجتماع مولي يتحدث عنه من نقاط الاستهداف اللي وعدلت للرئيس السابق محمد عبد العزيز. وفعلا الاجتماع تكلمت عنه ذيك ساعة الصحافة وقته، وضربوا للشدوم اللي راحة ونعطات له 15 دقيقة. قالوا رئيس المحكمة انت طالع له 15 دقيقة. قلقت صلاة المغرب ورجعنا القاعة بعد صلاة المغرب. واصل محمد للشدوم المرافعة. أنا لا أجيب لكم مقتطفات منها، أجيب لكم منها نقاط. هي مرافعة طويلة غنية مفيدة فيها الخلق لعبد العزيز، ولخلق فيها من الأخطاء، ولخلق فيها من انتهاك القانون، ولخلق فيها من التعذيب، ولخلق فيها من التطاول على الرئيس السابق، تطاول على أولاده، على مناته، على زوجته، على قريباه، خلق فيها من التطاول على والده شيباني. إذا كامل جابوا والشد، وخلق فيها من الاستدعاء، خلق فيها من الاستهداف، خلق فيها من التشهير. لو عدلوا لعبد العزيز في ربع إيمان جابوا للشد في 10 ساعات. ما قد نحيط بها، أنا جبت لكم لا نقاط منها يقير ما بقى شيء. أنا ذي المرافعة مرافعة للتاريخ، يلا تنقبض وتؤرشف. هي شاهد على عصر على سنوات من الاستهداف، شاهد على عصر من الظلم، شاهد على عصر أسود للقضاء الموريتاني، أسود للقضاء الموريتاني دارته فيه ذي السلطة الحاكمة لارك. وهي شهادة للتاريخ مرافعة محمد دنولي الشدو. وأنا داعي أي حد يقبلها، أي حد مهتم بهذا الملف يقبلها للتاريخ ويقبلها الأرشيف ويقريها للمهتمين عاقب ظاهرين عنها دور تعود مرجعية في دراسة ذي الحقبة المظلمة من تاريخ القضاء الموريتاني. تكلموا الشدو عن المظلومين اللي مع الرئيس السابق اللي هم أبناء موريتاني اللي هم متهمين بهم اللي ما شفتوا على موريتان. قاطعوا رئيس المحكمة وقالوا انت هرك هون الدافع عنهم هم والله عن موكلك.
قالوا له شدوا عن القضاء الواقف عند الانقلاب على القضاء الجالس. قالوا له شدوا عن حمود الرمان، يعني على ذاك هو فهموا الملف وبعد لقاءه مع الرئيس محمد القزواني، ونين قدمت حكومة اسماعيل استقالته حمودة مارتد ما هو متهم في الملف، هي الحكومة انقلعوا منها الأشخاص اللي وردوا أساميهم في الملف غير حمودة ما ورد اسمه في الملف، لماذا ما يرتد مع الحكومة والبلاد؟ مع الله بيد حمودة عنده الرأي من الملف ما هو صالح، وانه تهافتي مسار واحد معد للوقيعة بأشخاص معينين لو ماشي بطريقة قانونية للملف. انقبض وانقبض الطائرة محمد محمود البيه وزير العدل الحالي، ساعة هو في دولة أخرى سفير، وقبضت له طائرة خاصة وعلى وجه السرعة وعيط له وندار وزير عدل ذي المهمة. تحدثوا اللي شدوا عن تسريبات عن الخليل الطيب، تسريباته اللي اندارت في الإعلام ويتكلم على رجاج أخر عن ضرورة مصادرة أموال محمد بن عبد العزيز، وفعلا في نفس النهار قبل قضاة التحقيق قرار مصادرة والبحث عن أموال الرئيس محمد عبد العزيز، إن هذا مد في السياسة تحرك القضاء الموريتاني للأسف الشديد. طلبوا للشدوم اللي استراحة من المحكمة ورفضت المحكمة وقالوا للشدو لرئيس المحكمة أنت تراك لي تعذبني، قام رئيس المحكمة يضحك وقال له معنا الله إحنا معنا شيء نعذبوك. قالوا للشدو إنه فرص عليهم الراحة وهذا عاد ثامنة، قالوا رئيس المحكمة إنه عطيها له مرقنا وعقبوا للشدو ما قد يوفي مرافعته مزال منها ياسر ما قد يوفيه به تعب وبيه ميل قبضه وتزقني المانع. محكمة قالت له عنه فرصي يوفي مرافعته يامس، هو كان يدور يعدل نصها يامس ولين يتعب يأجلها لليوم ما معجل المحكمة الشعان العميد محمد المشدو يقال ذاك أبات له المحكمة فرصات عليه في ذاك العمر انه يقدم مرافعته الطويلة في نفس النهار ظروفه الصحية في عمره اللي يمد فيه إن شاء الله ودارته في ذيك الظروف اللي خلاته يقول عنه ما يقدر يواصل مرافعته إلى إعقاب الليل إلى منوي والله إعقاب الليل. سحبوا للشدو تحت ضغط إعياء وتعب وشعور بالمرض ولا وفى مرافعته مفرص عليه أنه وفيها يامس وانسحب للشدو اني رجعنا القاعة ارفع والله رجعهما انا لحقني اذا فات مشات به الشرطه رجعهما القاعة ارفع رئيس المحكمه الجلسه به اللي بيشدوا ما رجع به الالم والتعب واحساس بالمرض. وشوف جو اللي شدوا اليوم بكر اليوم على المحكمه 10 مع الصباح يا غير الحق ذا فات المحكمه عدت قرار وقالت عن يجوا محامو متهمين اخرين ويلقوا مرافعاتهم. هذا هو أهم اللي خلق في مرافعة محمد بن الشدو، مرافعة النبل، مرافعة الشهامة والمقاومة سميها مرافعة حد يقبلها قبل شيء للتاريخ، يقبل مرجع أرشف ذاك وعدل محمد بن عبد العزيز من الظلم، عدله من الاستهداف للأسف الشديد، وعدله من التصفية الجسدية الناعمة قال محمد بن الشدو، عدل له من تصفية أموال أسرته، أموال أبوه، أموال زوجته، أموال أخوته، أموال أقرباءه. للأسف الشديد. إذن دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز قدم جميع مرافعاته وفاها ودخلنا في مرحلة أخرى مرافعات المتهمين الآخرين مثل الملف. كانوا اليوم مرافعات وزيرين الأولين السابقين يحيى الحدمي محمد سالم البشير، وجاءت مرافعة محمد عبد الله والوداع ولا يتواصل مرافعات بإذن الله تعالى لنيوفا إن شاء الله الأسبوع القادم دون حاول نقول لكم بعض المرافعات من محامي المتهمين الآخرين. إلى اللقاء.